وأمس كان حدث جلل. نقول باسم الحرائر، حرائر الأوراس، حرائر ولاية بدنا، منطقة الثورة والانتصار، منطقة الثورة والانتصار. نهنيو باسمكم إيمان خليف على الذهبية، ولكن قبل الذهبية نهنيو على العزيمة، على الثبات، على التحمل وعلى العزيمة، لأنها حفيدة الشهداء، حفيدة المجاهدين. لذلك ليس غريب أن كل جزائري وجزائرية داخل الجزائر وخارج الجزائر يثبت ويثبت بالقول وبالفعل في الميدان، كما هو الأرندي اليوم من بابنا يثبت ويثبت بهذا التجمع وبهذا الاستجابة القوية من مناضلينا. نقول لكم بارك الله فيكم رغم السخانة والتعب، لكن لبيتوا النداء، لكن ابدا الاستجابة تاعكم مش خسارة في الأرندي، مش خسارة في الجزائر، لأننا دوما في الأرندي نقول نريد أن نتقوى، نتقوى لنصبح القوة الأولى في الجزائر.